نتحدث أكثر عن جهود الدولة وكل مؤسساتها في توفير السلع الغذائية مع ضيفنا الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور إبراهيم. وطبعا يعني في البداية نحب أن نعطي أرضية لحجم الجهود التي اتخذتها وزارة التموين وطبعا جهاز التجارة الداخلية للتعامل مع هذه الأزمة الخطيرة. بشكرك أستاذة دينا وتحياتي لحضرتك وطاقم العمل والسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية لا تألو جهدا إلا لتوفير احتياطات آمنة وزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية. منظومة التجارة الحقيقة اللي حضرتك تحدثتي عنها في بداية التقرير بتبدأ من سلاسل الإنتاج والإمداد والتوريد، ثم تكوين احتياطي آمن من السلع سواء السلع الاستراتيجية أو الأساسية سواء في صوامع أو في مخازن، ثم يبدأ حلقات توريد من المخازن إلى المنافذ والمتاجر وزيادة حجم المعروض وزيادة الوفرة من السلع، وبعد كده بتأتي النقطة الرابعة وهي ضبط الأسواق والتأكد من أن هذه السلع تتواجد في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية بأسعار عادلة. فالمنظومة إذن تتكون من أربع عناصر، من أول سلاسل الإنتاج والإمداد، ثم التخزين، ثم العرض، ثم مراقبة الأسواق. الحقيقة كانت الحكومة لها السبق أن هي تستشرف أن هناك تحديات خارجية، كان عندنا الحقيقة كوفيد 19 وبعد كده أعقب هذا أزمة أخرى وهي أزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية وما تبع ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد وفي سلاسل الإنتاج وقلة الإنتاج بسبب تغيرات مناخية وغلق بعض المواني. ده كان له أثره الكبير الحقيقة على أن السلع يكون فيها بعض الندرة، وبالتالي انعكس هذا على الأسعار زي الأقماح والزيوت والذرة والسكر وخلافه من السلع الاستراتيجية. نعم دكتور إبراهيم، ولكن في هذه النقطة تحديدا عذرا للمقاطعة، العنصر الأول الذي تتحدث عنه وهو عنصر الإمداد، عنصر لا نتحكم فيه بالذات في بعض السلع الحيوية وطبعا على رأسها القمح الذي كنا نعتمد على الدولتين المتصارعتين روسيا وأوكرانيا على نسبة كبيرة جدا في الإنتاج، فكيف تتجاوزون مسألة الإمدادات تحديدا؟ سؤال ممتاز. الحقيقة لا، في قدرتنا ان احنا نتحكم في الامداد، يعني ما حصل نقص في توريد الاقماح سواء من السوق الروسي او من السوق الاوكراني، الحقيقة الدولة حفزت المزارعين ان هي تورد حجم انتاج اكبر. السنة الماضية كان التوريد وصل الى 3.4 مليون طن بالنسبة لصوامع الدولة. النهاردة وأنا بتحدث مع حضرتك بنبص على الأرصدة وما تم توريده من خلال 450 نقطة وصلنا إلى 3.3 مليون طن، ولسه عندنا الموسم لنهاية أغسطس، فنقدر نتحكم في الإمداد من خلال تحفيز القطاع الزراعي إن هو يورد عدد من الأقماح أكثر. الشيء الثاني إن إحنا عندنا 22 منشأ للأقماح معتمد من قبل وزارة الزراعة. فبالتالي عند حضرتك البوصلة انك تقدري تنوعي من اكثر من مصدر من مصادر الامداد. وطبعا السادة المشاهدين يعلموا جيدا ان احنا اجزنا المنشأ الهندي، السوق الهندي يكون احد المصدرين بالنسبة للأقماح، وتم التعاقد على مركبين، كل مركب بطاقة 63 ألف طن. احنا بنستهدف السنة دي
توريد أقماح لصوامع الدولة لتصل إلى 5 مليون طن وتتعداه، زيادة المساحات الزراعية سواء في توشكا أو في مناطق أخرى أدى إلى زيادة إنتاجية الأقماح بعد زيادة الرقعة الزراعية. فإجابتي على حضرتك زيادة عدد المناشئ لتوريد الأقماح، هذه نقطة. الثانية فيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية من زراعة الأقماح، احنا عندنا ما يقرب النهاردة من 3.6 مليون فدان، والفدان بيعمل 18 أرداب والأرداب بيعمل 150 كيلو، يعني أقدر أقول إن الفدان بيعمل ما يقرب من 3 طن يعني 3000 كيلو من الأقماح، وهي نسبة الحقيقة مرتفعة. وفي بعض الأحيان وجدنا بسبب يعني المحفزات الزراعية إن الفدان بيدي أكتر أو بالبلدي بيرمي أكتر من 3 طن، وبنصل في بعض الأوقات إن يعني في المتوسط بنتكلم على 18 أردب هي إنتاجية الفدان، النهاردة بنصل إلى 23 و24 أردب. والحكومة الحقيقة قدرت إن هي تصل إلى فورميلا أو معادلة جيدة جدا مع المزارعين لتوريد الأقماح وتحفيزهم، إن كل 18 أردب بيتم توريد 12 أردب للدولة، وحفزنا النهاردة بقرار من الحقيقة معالي وزير التموين والتجارة بالنسبة للنخالة والردة إن على كل أردب بيبقى 10 كيلو، لو زاد عن 12 أردب بنصل إلى 20 كيلو بالنسبة للفدان. فالحقيقة دي كلها إجراءات بتقوم بها الحكومة لتحفيز المزارعين على زيادة حجم المزروع من السلع الاستراتيجية. نفس القصة زي ما حضرتك ذكرتي في السكر، نفس القصة في الأرز. يمكن الناس النهاردة بتتحدث عن زيادة سعر الأرز، احنا عندنا ما يقرب من 1.1 مليون فدان هي حجم مزروعات الأرز، وإنتاجية الأرز العام الماضي وصل إلى 4.4 مليون طن، إحنا استهلكنا 3.2 مليون طن. وتدخلت الدولة كما تدخلت في السابق بالنسبة لرغيف الخبز الحر في المخابز الأفرنجية، والحقيقة هيكون هناك اجتماع مع شعبة الحبوب لنحتوي هذه الأزمة بعد زيادة أسعار الأرز. وكان هناك مناقصة من قبل هيئة السلع التموينية التي تمثل ذراع المشتريات الخاص بالدولة المصرية، نعم، لزيادة حجم المعروض وأن يكون هناك وفرة في هذا أو هذا المحصول أو هذه السلع. ممتاز. دكتور إبراهيم، طبعا لا أريد أن أبدو متشائمة، ولكن أنا أعلم أنكم تتحوطون للأسوأ. أصبحت الدول الآن تتجه للحفاظ على ما تنتجه من سلع استراتيجية ولا تصدر حتى تستوعب هذه الأزمة على قدر الإمكان. يعني فيما يتعلق بالقمح مرة أخرى، إذا ما اتخذت الدول المتعددة التي أصبحنا نتعامل معها والمناشئ التي يعني أشرت إليها، إذا اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية ربما أو تحوطت لهذه الأزمة وقللت من صادراتها إلى الخارج، كيف سيكون التصرف هنا في مصر؟ بشكرك على السؤال الثاني المتميز. طبعا الحوافز اللي بتعطى للمزارعين والزراعات التعاقدية لما يكون عندك نقص أو هناك تحوط في إحدى السلع، أن يكون هناك نقص فيها في الأسواق أو تذبذبات سعرية أو price distortions على مستوى البورصات كما نراه الآن، بنحفز المزارع من خلال تعاقدات بنسميها إن هي يعني تعاقدات مع المزارع على أساس إن هو يزود حجم الإنتاج مقابل حزمة من الحوافز سواء في السماد أو في التقاوي أو خلافه. هذه واحدة. الثانية إن حضرتك تنوعي من ما بين المناشئ المختلفة، يعني زي ما ذكرت حضرتك وزي ما حضرتك ذكرتي في التقرير هناك 22 منشأ بالنسبة للأقماح، فلو بعض الدول
وضعت قيود على تصدير هذه الأقماح، هناك دول أخرى، هناك فرنسا، هناك رومانيا، هناك أمريكا، هناك أستراليا، هناك كندا، هناك كازاخستان. فبالتالي أنت عند حضرتك أكثر من مصدر لاستيراد الأقماح، ولكن نحن متفائلين تماماً وبنراهن على وعي المزارع المصري أن يزود حجم التوريد من الأقماح مقابل الحوافز التي تم إعطائها للتوريد. والنهاردة الحقيقة أنا بقول لحضرتك ما وصل إلينا من خلال أو عبر 450 نقطة لتجميع الأقماح على مستوى الجمهورية عمرها ما حصلت. النهاردة بنتحدث عن 3.3 مليون طن، نحن نتوقع أن يغلق الموسم بخمسة مليون طن، وده هيقلل الفجوة ما بين الإنتاج المحلي وما هو مستورد من الخارج. فالإجابة وبإيجاز: واحد، تنوع المناشئ، اثنين، زيادة الزراعات التعاقدية والمحفزات التي تعطى من قبل الدولة للمزارعين على زيادة الإنتاج، خصوصا كمان عندك بحوث الحقيقة وزارة الزراعة لديها مراكز بحثية كبيرة لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الرئيسية. فهناك يعني ريسيرش وهناك يعني منهجية علمية لزيادة الإنتاجية مع فتح أسواق جديدة ومناشئ جديدة مع رفع الإنتاجية وزيادة حجم المخزون وتحفيز المزارع. دكتور إبراهيم، طبعا نحن لدينا ميزة نسبية في بعض المنتجات، حضرتك أشرت إلى أن الإنتاجية من الأرز كانت جيدة جدا خلال المواسم الأخيرة، إلى أي مدى هذا يفيدنا في التعامل مع الأسواق الخارجية التي تعيش هي الأخرى بعض الأزمات في السلع الرئيسية؟ هناك حظر على تصدير الأرز للخارج بسبب أنه هو أحد المنتجات أو أحد المحاصيل التي تستهدف مياه، وهي يعني بتكونسيوم مياه أو بتستهلك مياه كثيرة. فبالتالي الحقيقة نحن نكتفي بالإنتاجية للسوق المحلي، وهناك زي ما ذكرت وفرة، ولكن هناك يعني بعض ضعاف النفوذ أن هي بتحاول دايما في ظل هذه الأزمات إن هي يبقى عندها دي بوكتس أو تعظم أرباحها، ولكن نحن نعول ونراهن على التجار الشرفاء الذين يقومون بإتاحة هذه السلع، والدولة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه إن هو يخزن السلعة أو يحبس السلعة. فهذه قضية أمن دولة عليا، وطلعنا قرار إن الأقماح اللي بيتم مصادرتها أو المزارع اللي لا يفي بالتزامه بتوريد 12 أردب من ال 18 هيكون سعر الطن القمح مضاعف. فبالتالي دي كلها مجموعة من المحفزات ومجموعة من العقوبات على أساس أن الدولة بيدها بما لديها من أدوات وآليات تقدر أن هي تضبط الأسواق ضد واحد تخزين السلع في وسط أزمات كبيرة، وزي ما أنت شايفة معدلات التضخم المستوردة من الخارج تفوق أي توقع، ولو استمرت يعني الحرب الروسية الأوكرانية سنشهد مزيد من الموجات التضخمية. ولكن زي ما حضرتك ذكرتي في التقرير أن الحكومة المصرية قادرة على التحوط واستيعاب هذه الأزمة، وعدم تمرير هذه الزيادات السعرية والموجات التضخمية إلى المستهلك. دكتور إبراهيم عشماوي، طبعا نحن سنكمل هذا الحديث الشيق والذي يهم كل القطاعات المصرية حاليا، لكن اسمح لنا نخرج لفاصل قصير. كونوا معنا مشاهدينا الكرام لمتابعة المزيد. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، وأجدد التحية بضيفي الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. وطبعا في الفترة الأخيرة استعاد جهاز تنمية التجارة الداخلية دوره، وفي الحقيقة بدأ بالفعل في تنفيذ
خطة متكاملة للمشروعات اللوجستية. نريد أن نتعرف على الهدف من هذه المشروعات وما النتائج المتوقعة. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين مرة أخرى. الحقيقة زي ما ذكرت، لو أنا بتكلم على إنتاجية كبيرة من الأقماح واستيراد نسبة من الأقماح من الأسواق الخارجية، المشروع الأكبر كان بتكليف من فخامة الرئيس وهو مشروع الصوامع. ولو ما كانش عندنا صوامع النهاردة ما كناش نقدر إن إحنا نكثف تعزيزنا للمزارع لتوريد الأقماح. القدرة التخزينية للصوامع ما قبل 2014 كانت بتصل إلى 1.2 مليون طن. النهاردة الصوامع لوحدها تصل إلى 4 مليون طن. الهناجر والبناكر والشون الحديثة بتضيف 2 مليون طن، فممكن إن احنا نخزن حتى 6 مليون طن. والحقيقة ده يفي باحتياجات البلاد والعباد حتى يناير القادم. بالنسبة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، هو يمثل الذراع الاستثماري لجذب استثمارات في أنشطة تجارية سواء من القطاع الاستثمار المحلي أو الأجنبي. على مدار السنوات الأربعة الماضية قدرنا إن احنا بالشراكة مع القطاع الخاص، وأنا بقول دي نقطة مهمة جدا لأن احنا أكتر جهة في الدولة تعاملت وتعاونت مع القطاع الخاص وشركائنا من القطاع الخاص في استثمارات في 18 مشروع في 11 محافظة تصل إجماليها إلى 50 مليار جنيه خلال السنوات الأربع. إن شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة حضراتكم هتسمعوا زي المشروع القومي للصوامع، هيكون هناك مشروع قومي للمخازن الاستراتيجية لزيادة الساعات التخزينية والأرصدة بالنسبة للمقررات التموينية سلع نهائية. بنستهدف 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية بحجم استثمارات يصل إلى 21 مليار. بالفعل تم طرح المرحلة الأولى 4 مستودعات استراتيجية على 3 من كبار الشركات بالتعاون مع مشغلين من الشركات الأجنبية. هيكون وبتحدث عن 10 فدان، وده هيعتبر من أكبر المخازن على المستوى العالمي أن يكون عند حضرتك ساعات تخزينية وطاقات لتخزين سلع تامة الصنع. يصل المخزن الواحد فيهم إلى 10 فدان، يعني أتحدث عن 44,000 متر مربع للمستودع، إضافة إلى طرحنا مجموعة من الفرص الاستثمارية بنظم حق الانتفاع أو اللونج تيرم ليسينج واليوسفراكت بتصل إلى 35 سنة في مراكز تجارية، أسواق جملة، أنشطة ترفيهية، أنشطة تجارية متنوعة. ويمكن إحدى الشركات الإماراتية الكبيرة بتضخ استثمارات في أنشطة تجارية ومراكز تجارية تصل إلى 15 مليار جنيه، إضافة إلى إحدى السلاسل التجارية المشهورة الخليجية اللي ضخت بالفعل $0.5 مليار في إنشاء هايبرز بتحدث عن مساحات 12,000 متر مربع. بالتعاون الحقيقة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بنقوم بتنفيذ أول سوق جملة من الثيرد جنريشن أو من النمط الثالث، الجيل الثالث، عن أسواق حديثة جدا، جيل جديد من أسواق الجملة للخضر والفاكهة بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 إلى 6 مليار جنيه. وإن شاء الله خلال الفترة إلى 2050 يكون في 22 سوق جملة على مستوى الدولة المصرية، وبتكلم على الجيل الثالث من أسواق الجملة بإدارات أجنبية ذات خبرة وتجارب عالمية. لأن الأسواق عذرا للمقاطعة مرة أخرى دكتور إبراهيم، لكن ماذا نعني بالجيل الثالث؟ كيف يفرق عن النظم التي نتعامل بها حاليا؟
طيب ده برضو سؤال عظيم، إيه الفرق ما بين سوق جملة نمطي وسوق جملة من الجيل الثالث؟ بتفرق في الأنشطة داخل السوق، يعني بتصل أنشطة التبريد والتجميد والعرض إلى ما يصل إلى 25 نشاط. أسلوب تداول السلع داخل السوق بيتم بأسلوب مميكن، استخدام طاقة نظيفة، إعادة تدوير المخلفات داخل السوق، نظم حديثة للإيجار، حسابات اقتصادية للعوائد وفترات استرداد الأموال. نحن نتحدث عن ثورة كبيرة في نظم إنشاء وإدارة وتشغيل أسواق الجملة. لدينا في فرنسا أكبر سوق جملة في باريس للخضر والفاكهة والزهور. الحقيقة يعني عشان أدلل بالحجم، حجم إيراداته السنوية تصل إلى 10.5 مليار يورو. 10.5 مليار يورو. طبعا هتقدر الدولة أن هي تعظم إيراداتها بالشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل هذه الأسواق من خلال تقليل الفاقد وإعادة تدوير المخلفات وأساليب العرض واستخدام التقنيات الحديثة في دخول وخروج السيارات وعرض السلع. نعم. من الخضر والفاكهة. طيب دكتور إبراهيم، سؤال سريع كبيرة. سؤال سريع فيما يتعلق بهذه النقطة. في البداية حضرتك ذكرت أنه المستودعات ضخمة جدا ومساحتها شاسعة، يعني والخطة يبدو أنها ممتدة زي ما حضرتك ذكرت ل2050، وهذا تخطيط طويل الأمد ربما لم نعتد عليه في مصر. لكن السؤال هو عندما تتم هذه المشروعات ستكون يعني المنتجات بها أو المخزونات بها تكفي لأي عدد من الأشهر ولكم عدد من المواطنين؟ لما تحدثت عن 2050 أنا بتكلم على أسواق الجملة للخضر والفاكهة، أن يكون عندنا 22 سوق جملة من الجيل الثالث من هذه الأنواع، لأن أنت عارفة. نعم. حضرتك سوق الجملة للخضر والفاكهة استثماراته تتعدى 8.5 مليار جنيه. أما أتحدث عن المستودعات الاستراتيجية أنا بتكلم على سنتين على أقصى تقدير عشان أقدر أزود حجم الأرصدة والساعات التخزينية وأقلل الفاقد والهالك في المخازن التقليدية. نحن نتحدث عن مخازن كاملة الميكنة، نتحدث عن مخازن فيها أجزاء كبيرة من التبريد والتجميد والمناولة واللوجستيات من فرز وتعبئة وتغليف. هذه إضافات كبيرة، أنك تصلي بأرصدة تبقى مضاعفة، بدل ما أنا عندي مثلا من السلع النهائية 3 و4 شهور يكون عندي من السلع النهائية 6 و8 شهور أسوة بالسلع الاستراتيجية. أتحدث عن نوعين من السلع، سلع الاستراتيجية ممثلة في الحبوب وسلع تامة الصنع اللي بتخش على المخازن. طيب ننتقل لنقطة مهمة أيضا بخصوص السجل التجاري. بالفعل بدأتم خطط في تطوير السجل التجاري، متى يظهر السجل الموحد وأيضا يعني كيف سيغير من شكل النشاط التجاري في مصر؟ الحقيقة إن الدولة بتأخذ على عاتقها كل ما يتعلق بالفينتك والتحول الرقمي والديجيتايزيشن التي تحدث في البلد. هناك الحقيقة ميكنة لكافة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية. مش كده بس، ده احنا أتحنا البيانات السجل التجاري للقطاع المصرفي عقب التنسيق مع البنك المركزي، بدل ما كان التاجر أو الصانع بيذهب إلى السجل التجاري كل 3 شهور للحصول على مستخرج رسمي، ممكن هذه العملية تتم بتلقائية وبساطة وبسهولة وبيسر من خلال ولوج القطاع المصرفي على قواعد البيانات. تم تكامل كافة قواعد بيانات السجل التجاري 90 على مستوى الجمهورية. تم الربط مع كثير من الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مع القطاع المصرفي، مع المواني، مع هيئة التنمية الصناعية، مع الضرائب. فأصبح هي عن حق عندك تكامل لقواعد البيانات وعندك ما يسمى بالبيج ديتا. إضافة إلى هذا عملية حجز مسبق للدور من خلال
الويب سايت الخاص بجهاز تنمية التجارة، فممكن النهاردة التاجر أو الصانع يحجز دوره إلكترونيا، يحدد المكتب ويحدد اليوم وياخد الحقيقة التذكرة أو الرقم ويذهب إلى السجل التجاري يتحصل على الخدمة في وقت قليل. مش كده بس، ده احنا داخل مكاتب السجل التجاري أضفنا أنشطة أخرى لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مكاتب نموذجية، فنوفر خدمة السجل التجاري والعلامات التجارية وحماية المستهلك والدمغة والموازين وبطاقة التموين، ده كله تحت سقف واحد. فالحقيقة هذه طفرة كبيرة، النهاردة عدد المعاملات بقى 3 أضعاف عن ما قبل خلال 4 سنوات، النهاردة بنصل إلى 3.6 مليون معاملة سنوياً، بتزداد الحقيقة بمعدلات كبيرة. حجم تأسيس الشركات النهاردة زاد بنسبة 18%، نعم. عدد أو حجم رؤوس الأموال زادت بنسبة 12% عن العام المنصرم، وده مؤشر مهم جدا لحجم الاقتصاد والسوق، فهناك نمو في حجم الشركات التي يتم تأسيسها. السجل التجاري هو أكبر قاعدة بيانات لشركات على مستوى الجمهورية، ومن خلاله نقدر إن احنا نحدد حجم الاقتصاد، نعم. وحجم الشركات الناشئة باختلاف أنماطها، الشركات في أي أنشطة اقتصادية. فالحقيقة انت عندك داشبورد تقدري من خلاله تساعدي صانع القرار الوقوف على أفضل وأنقى الإحصائيات، نعم. الجودة بتاعت البيانات، لأن في ناس هتسألني على الجودة، هي أعلى جودة لبيانات على مستوى قواعد بيانات جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا على هذا الحوار الشيق، وطبعا كل التطمينات التي أتحتها لنا بخصوص توافر السلع. الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، شكرا جزيلا على وجودك معنا.